حدثنا اسحاق بن يزيد اخبرنا شعيب بن اسحاق قال الاوزاعي اخبرني يحيى بن ابي كثير ان عمرو بن يحيى بن عماره اخبره عن ابيه يحيى بن عماره بن ابي الحسن انه سمع ابا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقه وليس فيما دون خمس ذود صدقه وليس فيما دون خمس اوسق صدقه